ولا ممكن، ما بيجوز. جاي تضحك علي وتدفع لي 200 دولار والضربه بالميت بتكلف 800 دولار؟ يا عيب، مش كل الحق علي. مرتك صوفيا صافي بنص الكوع، وفي شوية مي على الكوع زحطت سيارتي وجيت فايت فيها. يا زلمة، السيارة مش عم تمشي بقى، رفريفها لزقوا بالدوليب، وعم تدفع لي 200 دولار ولا؟ مرحبا شباب، بك شي عيد واصل زوت ولا برا؟ حاضر تجارنا بالحي، عبا صوفيا من ورا وجاي يدفع لي 200 دولار. شو؟ عبا صوفيا من ورا وجاي يدفع 200 دولار؟ بلا منخيط يا خي، جيبوا خبير وخلصوه معي. ما حضرت الأخ فهيم خبير. أنا خبير من قدام، شو بعرفني من ورا؟ ما لا بتعرف فهيم، بتعرف تعرف فهيم بيمزح كتير. خبروا كيف فت بصوفيا. يا حضرة الخبير، صوفيا صافي عكوع الجوزة، جاي أنا مستعجل شوي، في شوية ماي على الكوع، ما قدرتش هدي حالي، جيت سفقة من ورا. وشو عملت صوفيا؟ يا ويلي عليا، صوت بالسما صوت بالأرض. عيد تخمين، أول مرة حدا بفوت فيها من ورا. ايه يا دلي، وتضررت كثير، تأذيت. ايه كل شي من ورا صار بده غيار. ضيعانة ضيعانة صوفيا، كانت متوزة تكويز. عجبك وجاي يعطيني 200 دولار؟ لأنه كر يا خواجة، هيك فوتي بالميت بتكلف لها 2000 دولار، هاو ما بيقعدوا الصناع عند صوفيا. مش عرفان عشو 2000 دولار؟ ايه انا طلبت من الاخ 800 دولار فهيم. بس 800؟ ايه 800 منيحة. اذا هيك هاو 800، هم؟ انا من زمان عيني عبالي، وين صوفيا؟ مرحبا، فهيم هون؟ عيد شو وصلتوا لحال؟ ايه انا طلبت من الاخ 800 دولار، ام فهيم دفعهم عنه. اذا بتريد كل واحد بيدفع عن حاله. مشي صوفيا مشي، هلا بنروح لعندي على البيت بناخذ راحتنا، البيت فاضي. شو بنعمل عندك فهيم بالبيت؟ ما عم تستلميني وكصوفيا، ما هلا دفعت له 800 دولار، يسواني ما يسوى الاخ، من قدام من ورا ما بهم، المهم معك صوفيا. فهيم؟ ايه اخ وزع. فهيم؟ أنا طلبت من الأخ 800 دولار لأنه فات بأطنوبيل صوفيا، أنت دفعت لي 800 دولار، فكرك بصوفيا؟ بأطنوبيل؟ لا يا دلي. فهيم فهيم رجع لهون. فهيم فهيم رجع لهون. رجع لهون فهيم، رجع لهون فهيم، رجع لهون. إيه رجع لهون، أعمل لك قلت لي كانت حلوة ومكوزة كويز ولا لكوز راسك يا فهيم؟ رجع لهون فهيم. فهيم